إذا عندنا مسألة هون round trip time بدنا نلاقي find the average value. Floor heights, and this can about in the Ashara. Floor and equal floor heights. I have assume. تذكروا انه تي اس كانت هون تي
تي اس تساوي في على اي زائد اي على جي زائد تي دي او زائد تي دي سي بشرط هذا الشرط من هون as long as rated speed is attained in one flow journey provided rated speed. إذن هذا من هون TS فTS راح تصير قديش كانت عندي هاي 1.6 1.6 على 1 1.6 زائد 1 2.6 2.6 و 5 7.6 مضبوط زائد بعدين عندي هون 2 H اللي هي 14.28 و DF 4.2 مش هيك؟ أنا في شغلة ما عملناهاش كان لازم نعملها من البداية ايش كان لازم نعملها؟ تأكد سويت اثنين تشيك is rated speed attained in one flow journey. اوكي كان لازم نتاكد من الاول قبل ما نكمل. اذا بنتاكد بنقول دي لازم تكون اكبر دي اف لازم تكون اكبر من a سكوير v زائد v سكوير j على AJ وهذه عبارة عن عندي 1.6 تربيع بتصير 2.56 في واحد زائد 1.6 بتصير كلها بتطلع هاي 4.16 واللي هي فعلا هذه هون عندي 4.2 أكبر من 4.16 إذا rated speed attained in one flow journey. أوكي هذه طبعا وحدتها متر وهي وحدتها أوكي إذا صار عندي هذا صحيح هلا بدي أحسب هدول الأرقام هذه هون لازم أقسم 4.2 أقسم هون على 1.6 فبيطلع عندي في حد ما عارف حسب يحسب هدول عندي هاي 2.4 قديش أول جزء بيطلع؟ هذا بس اللي هون لك عارف قديش؟ هذا الجزء بيطلع 74.97 زائد الثاني 71.78 زائد 14.4 في 2 14.4 في 2 28.8 اوكي ايش بتلاحظوا هلا طلعوا على التيرمز الثلاثة هدول مين أصغر واحد فيهم أول شيء؟ هات أنا إذا بدي أنزل الراوند تريب تايم بدي أسرع السيستم مين التيربز اللي لازم أركز عليهم؟ هذول شو الأشياء اللي بقدر أعملهم؟ مثلا هون لو نزلت H قيمة H بنزل هاي لو نزلت قيمة S بنزل هاي مظبوط؟ فهذول رح يكون لهم أثر على هذول ممكن أنزل الستوبينج تايم أحاول أنزل الستوبينج تايم إني أسرع الباب تسكير وفتحه ممكن مثلا إني هون أرفع السرعة إذا رفعت السرعة رح يصغر هذا التيرمز كل هاي الاشياء لها اثر شو بيطلع الرقم النهائي الان؟ قديش بيطلع مجموع الكلمات؟ 170 75 55 55 لا فاصلة 75 اذا 175 تقريبا نص سكند هاي الراوند اوكي هذا الجزء